كيفاش تشوف الدراري؟ الحمد لله كنا داخلين عازمين انا باش نتأهلوا للدور القادم من منافسه كاس العرش. فكيف ما شفتوا دخلنا عازمين انا نحطوا تأهل. فالحمد لله بينا مقابله جيده، خلقنا فرص، حتى هدف فرق رجاء تصدمنا الصراحه في الهدف اللي سجلوا علينا. حاولنا نرجعوا في المقابله، درنا فرص، خلقنا فرص بزاف، ما تمكناش من التسجيل. فهذه كره القدم، نتمنى ان شاء الله حد موفق للشباب المحمديه حد موفق فرق رجاء. لكن دابا قادمه باش تكون ضد نصف فريق رجاء البيضاء، فرصه للمتابعه. فكيف ما نشوف منافسه كاس العرش منافسه بوحده والبطوله بوحده، فالحمد لله ناخذوا هذه المقابله كتجربه لنا للبطوله. نحاولوا نستعدوا للمنافسه ديالنا في البطوله باستعداد جيد، نحاولوا نصححوا الاغلاط اللي درنا في المقابله، ونحاولوا نستغلوا في المقابله الجايه في البطوله الوطنيه باش نحققوا نشاط النقاط اللي صراحه محتاجين لها بزاف في المقابله باش نحافظوا على المكانه ديالنا في القسم الاول. تبارك الله ان شاء الله. هذا بالنسبه لنا الحمد لله كان حافز كبير لينا باش نكونوا ان شاء الله الماتش الجاي بصوره مزيانه، بحكم ان الخصم كان كيف ما كنعرفوا جميع فريق الرجاء، وحنا الحمد لله عندنا لعاب تبارك الله كبار، وخا العامل ديال الله صغير، ولكن الحمد لله كاين مردود كبير. ان شاء الله كنهنى بعدا الدراري على الرجوله ديالهم وعلى هذا المردود الكبير ديالهم. ان شاء الله الماتش الجاي غيكون ماتش مختلف على هذا، بحكم ان فريق الرجاء غيجي موجود كثر حيت شاف صوره كبيره من جانب فريق شباب المحمديه. والحمد لله على هذا المردود هذا، وان شاء الله نتمنى نكملوا بحال هكا ونكونوا احسن ان شاء الله، وما نسالوش ديك الرتبه اللي حنا كنحتلوا دابا. ان شاء الله يكون الخير بعيد. تبارك الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.